معالي الرئيس، هل التصويت، اشوف اللغط اللي صار بين الاخوه النواب وبين الموافقه وبين الرفض، واحنا من البدايه اشدنا بمهنيه اللجنه، واشوف انسحاب تكتيكي من رئيس اللجنه من بعد ما رفض الان موافق، مما جعل الحيره حتى بعض الاخوان يقول لك طيب قولوا لنا اذا في مخالفات بنرفضها، اذا في موافقات بنتفق عليها. طيب التقرير موجود قدامكم يا جماعة الخير، 11 توصية، 11 ملاحظة من اللجنة وأفادتها.